احنا العجينة اللي حنعملها كتير بسيطة، ما بتحتاج منكم اي جهد ابدا. حنحتاج ملح، مي وطحين. خلينا نعاير مقدار الطحين. هحتاج 3 كوب من الطحين، كتير الوصفة بسيطة، وهذا المقدار بيعطيني صينية رقاق كبيرة ويعني كميتها حلوة. هنحط الملح ونبتدي نضيف المي، وهي هذه كل المكونات اللي احنا عايزينها للعجينة، كتير زي ما قلنا مكوناتها بسيطة. هضيف المي وابتدي اعجن لغاية ما احصل على عجينة ناعمة. عجينة الرقاق هلا اصبحت عندي جاهزة، ألمها هيك على بعض، وبعد هيك أبتدي أقطعها على حسب عدد رقاقات اللي أنا عايزاها. عايزاها 10، 15، لا لازم يكون، حاولوا مش لازم بس حاولوا يكون عدد مزوج عشان تقدروا تعملوا نص الرقة تحت والحشوة بعدين نص الرقة. يعني هذا المقاس أعتقد معقول نقدر نقطعها بهذا الشكل. طبعا أنا لابد أن أسيبها ترتاح على قطعة من الماش، إذا حبيتوا أفوتة مطبخ ممكن أرش عليها رشة طحين خفيفة بالشكل هذا، وأحط الرقات أو الكور أقصد بهذه الطريقة وأسيبها لغاية ما ترتاح. طبعا ما بقدر أشتغل فيها هلأ، أنا حخليها هيك على جنب وأورجيكم اللي مرتاحة كيف ممكن إحنا نشتغل فيها عشان نقدر نستعرض كل هالخطوات هذه في أثناء التصوير. هاي عندي العجينة هون المرتاحة، هاخد رشة طحين على الكاونتر وأخذ رقة من العجينة وحطها بالشكل هذا. هنحتاج نشابة وأبتدي، هذه خلوها مغطية خلوا بالكم عشان ما تنشف معي، ممكن نشيلها هيك هناك. وأبتدي هلأ أفرد العجينة قد ما في رقيقة، كل ما كانت رقيقة كل ما كان طبعا نتيجة أفضل. هي مش هتغلبكم بالفرد، بسرعة بتنفرد لأنها مرتاحة وخامرة، بس نحاول الفرد يكون بالتساوي، يعني لما أضغط على جهة أضغط على الجهة اللي مقابلها عشان ما تبقى عندي معوجة أثناء الفرد. يبقى بنستمر بفرد الرقاقة لغاية ما تصير رقيقة جدا، وأثناء ذلك نبتدي نجهز الصاج اللي إحنا بدنا نخبز عليه الرقاق. عندي هون صاج بولع عليه النار، ونحاول دائما النار نظبطها لأنه أول واحدة أكيد مش أكيد ممكن تنحرق منكم ما تنخبزش كويس، فخلوا واحدة دائما للتجربة لبما تظبطوا النار تاعتكم مظبوط. باخد عجينة رقاق وعلى طول بحطها على الصاجة، بستنى لثواني بسيطة. على طول بتحسوا إنه يعني على طول بتحسوا النتيجة بسرعة، يعني ما بتاخد وقت، خلوا بالكم بس من هالخطوات هاي. بشيلها بقلبها على الناحية الثانية، نستمر هيك بتقليبها برضو على الناحيتين لغاية ما أحس إنه خلص أخذت التحمير الكويس. يبقى نعمل كمية من الرقاق ونجهزهم يكونوا عنا جاهزين زي ما ورجيناكم قبل شوي. وطبعا التجهيز المسبق كتير مريح، إنه ممكن أكون أنا عاملة الكمية وحطاها على جنب هيك في المطبخ وقت اللي بدي، مجرد إني أنا بطلع رقاقات وبحشيها وتبقى الصينية جاهزة. فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.